رئيس الفصل، برنامج ساخر. ما تأثير هذا البرنامج في فتح ملفات ساخنة ومثيرة للجدل؟ كيف استطاع أن يوازن بين الجدية في المواضيع والطابع الساخر؟ من أين تأتي أفكار الحلقات؟ وكيف يتم الإعداد لها؟ أهلا بكم، عيد مبارك مشاهدينا الكرام، وكل عام وأنتم بخير ومحبة وسلام. يعتمد اليمنيون على النكتة الساخرة للهروب من مرارة الواقع ونقده والسخرية منه أو التهكم، حيث تعتمد النكتة على مقارنة الوقائع غير المنطقية وربطها ببعضها البعض بشكل يثير السخرية، بما يكسر حالة الخوف من السلطة أو يزيل لباس القداسة عن شخصيات وأحداث ما تزال مؤثرة على حياة الناس. إذن تعد النكتة سلاحا في مواجهة تغول هذه السلطة وتأثيرها على وعي الناس، بالتزامن مع امتلاكها للقدرة على التحكم بمصائرهم. في هذا الموسم الرمضاني أطل الفنان محمد الربع على جمهوره من خلال قناة بلقيس في برنامج رئيس الفصل، وهو القالب الجديد الذي ظهر به خلال هذا الموسم لأول مرة بإمكانيات إنتاج متميزة. تناول 25 عنوانا بطريقته الساخرة، وتميز ظهوره الجديد بسقف تعبير يمكن وصفه بالمفتوح وهامش ممنوعات شبه صفري. فما هو المختلف هذا العام؟ وما هي مخاطر مواجهة الجمهور في واقع ملتبس ومكرر وملامح مرحلة سياسية غير واضحة؟ لماذا يميل الناس للبرامج الساخرة؟ مشاهدينا، دعونا هذا المساء نعيش جزءا من أجواء برنامج رئيس الفصل مع أبرز نجومه. أنا بالنسبة لي أعتبره نبي. تعتبره أي؟ أعتبره نبي. نبي؟ نبي مرة واحدة؟ هذا نبي؟ إيش قلت لك توقع ولا منهم أي حاجة؟ هذا بدأت السخرية السياسية في اليمن منذ أمد طويل على شكل قصص بنهايات لاذعة قد تتحول إلى أمثال أو شعر شعبي، وفتح تطور وسائل الإعلام باباً لصناعة السخرية السياسية، واستفادت وسائل الإعلام من قوالب الفن الساخر لخدمة توجهاتها، بما فيها القنوات المخصصة لخدمة الخرافة. وبالتزامن مع ضيق أفق الحرية في البلاد وإصرار كل وسائل الإعلام على عرض البرامج التي تخدم توجهاتها، أفردت قناة بلقيس مساحة خاصة للنقد السياسي عبر برنامج رئيس الفصل للفنان الساخر محمد الربع بسقف حرية مفتوح ودون أي محاذير يمكنها أن تؤثر على قدراته في نقد الواقع السياسي الرديء، حيث تناول كل الأطراف والشخصيات المؤثرة في المشهد العام بالنقد والسخرية بما يتناسب مع رداءة دورها وتسببها في سقوط الوضع السياسي. ودع الفنان محمد الربع برنامجه عاكس خط الذي بدأه في العام 2011 في قناتي سهيل ويمن شباب، وانتقل إلى بلقيس بقالب فني جديد باسم رئيس الفصل. مش مشكلة، التقي في رمضان. عرض فيه شكلا جديدا للفن الساخر، حيث عرض 25 حلقة رمضانية بجودة إنتاج عالية ومشاركة فريق كبير من المعدين والفنيين. استخدم فيه قوالب فنية عدة، من الحديث المباشر عن طريق المسايرة التي تنتهي بالتهكم إلى تمثيل المشاهد الساخرة، وانتهاء بتصوير أغاني تختار ألحانا مشهورة بكلمات ساخرة حينا مبكية أحيانا أخرى، وهو الحال الذي ينطبق على بقية مشاهد البرنامج الذي لا يستهدف إضحاك الجمهور بشكل حصري ودائم طوال وقت البرنامج، بل يعتمد على التأثير في العواطف والانتقال بها بين الضحك والبكاء والتعجب والرضا والغضب من خلال خلق مسارات بتكتيكات مختلفة، غير أن ما يجمعها كلها هو وحدة الموضوع والانحياز الدائم لتوجهات الجمهور اليمني والانطلاق من مصلحته ووجهة نظره، وهو ما يعطي الفنان محمد الربع حضورا دائما حتى في الأوساط التي لا تتفق مصالحها مع مضمون الرسالة التي يقدمها، أو حتى الشخصيات التي يتناولها بالنقد والسخرية. إذا مشاهدينا الكرام، أجدد ترحيبي بكم وأرحب أيضا بضيفي الكريمين هنا في الاستوديو، محمد الربع مقدم البرامج الساخرة وأيضا إبراهيم بادي الممثل الكوميدي. مرحبا بكم، مساء الخير محمد. مساء الخير إبراهيم. كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير جميعا إن شاء الله. الله يبارك فيكم.
طيب نبدأ من عندك محمد تقريبا. دائما عند الكبير. من اليمين. الرئيس. من اليمين. الرئيس. الرئيس السابق المشكلة. يبدأ بالرئيس الحالي. طيب 8 سنوات وأنت عاكس خط تقريبا، والأخير طلعت لنا رئيس الفصل. نعم. ليش الاسم هذا؟ والله كما شرحت سابقا أنه أولا عيدك مبارك، اللهم أنتم بخير وعلى مشاهدين جميعا، وأسأل الله السلامة والعافية. رئيس الفصل أولا حبينا التغيير، أنه عاكس خط فترة زمنية وأدى حقه. أيضا رئيس الفصل جاءت على لكي نصنع بحكم كورونا، أيضا أن احنا لازم تكون في إطار صغير وهو الفصل. ايضا اتت التسميه زي ما اخبرت سابقا انه يعني اول حلقه تقريبا كانت توضح. نعم وضحنا انه ظل فوضى الرئاسيه التي حادثه في بلادنا، كل واحد عين للرئيس، خلاص ليش ما احنا في الفصل نعمل لنا رئيس. وايضا لانه في فتره من الفترات انا كنت رئيس فصل في اثناء الدراسه في طفولتك. نعم. جميل. وانت قبلت انك تتنازل عن الرئاسه كذا بكل بساطه؟ والله الديمقراطيه. احكي لنا عن تجربتك في رئيس الفصل. اولا نحب نهني الشعب اليمني والجميع، نقول لهم عيد مبارك وتقبل الله منا ومنكم صالح اعمال، وان شاء الله يعيده الله علينا وعلى الامه الاسلاميه وعلى الشعب اليمني بالخير واليمن، ويرفع الله البلاء عن اليمن وعن البشريه جمعاء. طبعا تجربتي في رئيس الفصل مع رئيس الفصل الأستاذ محمد الربع كانت تجربة ممتازة جدا، وأيضا حصل لي فارق فيها يعني نوعي فيها من حيث التنوع الكاركترات. يعني أنا مع الأخ محمد من في عاكس خط من أول الشعب يريد معه دائما، بس في هذا الفترة يعني وجدت يعني بالنسبة لي أضافت لي شيء في التميز في التقديمه. هو فعلا احنا لاحظنا انه في كل حلقه كنت بتظهر بكاركتر مختلف تماما. محمد يعني مساله الموازنه، يعني انت بتقدم شيء يعني هو موجع للناس حقيقه، يعني انت ماسك معاناتهم بتحولها لقالب ساخر. اكيد كنت بتواجه صعوبه معينه، يعني مش من الصعب يعني مش من السهل انك تستخدم معاناه الناس وتحولها الى نكته او سخريه. في كيف قدرت أنك توازن بين هذا الأمر؟ ربما هذا الجزئية هي أصعب ما في برنامجنا، أنه كيف الواقع صعب ومؤلم وكيف تستطيع أن تصنع منه نكتة وتصنع ابتسامة لدى الناس. يعني أحياناً نعمل برنامج مثلاً حلقة عن الألغام، طبيعي الألغام مأساة، فكيف تصنع منها نكتة وابتسامة، وأيضاً في نفس الوقت كيف توصل المعلومة من خلال هذا القالب. فكان أصعب شيء في هذا البرنامج أنك يعني لسنا من المجتمعات الرفاهية الذي النكتة عندهم عبارة عن ترفيه، نحن النكتة لدينا هي انعكاس لواقعنا، وزي ما يقولوا إذا رأيت أو إذا شفت الشعب بدأ يصنع النكتة فاعلم أنه وصل في حالة من الفقر والجوع إلى أن لم يستطع إلا من خلال السخرية. نعم، والنكتة للتخفيف عن معاناته. نحن في برنامجنا هذا نصنع يعني حرفة أصبحت إلى درجة أن احنا نصنع النكتة صنعة، وبحيث أنه لا تسخر إلى درجة أنك تميع القضايا، يعني تصنعها بقدر معين توصل الابتسامة، وفي نفس الوقت تحافظ على مضمون البرنامج وتحافظ على الرسالة القيمة التي داخل البرنامج. أيضا ونحمد الله على هذا الشيء أنه أيضا المجتمع أصبح يتقبل حتى مننا غير النكتة. يعني كنت في حلقات مواضيع جادة أو مواضيع محزنة، وأصبح الناس يتقبل مننا هذا الشيء لأنه يعرف أنه هذا جزء من واقعنا. ولكن يعني أو أنه مش بالضرورة أنت تجلس تنكت لنا، يعني نعم هو يتقبل منك يعني أصبح يتقبل مننا النكتة والمعلومة وأيضا المأساة والحزن. ولهذا أشكر أنا يعني كثير جمهورنا ومتابعينا أنه أصبح يتقبل منا هذه الأشياء، وأيضا هو يعلم أنه لا مفر من واقعنا، لازم يوم تضحك ويوم تبكي للأسف، وهذا واقعنا وهو الحاصل. صحيح. طيب إبراهيم، يعني محمد طرق نقطة مهمة اللي هو حين يعني يبدأ الشعب يسخر من نكته، فمعناته أنه وصل إلى مرحلة معاناة معينة، يعني ما شعرتمش بخوف أو بقلق من شعب بينكت على أبسط شيء يعني بيحولها إلى نكتة؟ أنه كيف أنت قادر انك تضحكه في ظل ما انه كل الناس بنكت، الفيسبوك بنكت، الشارع بنكت، صاحب البص بنكت، البقال بنكت، العالم كله بنكت؟ والله انا اقول انا قد اذا بيوصل الشعب الى درجه من الضيق والضبح
يحول المأساة على ما قال الأستاذ محمد إلى نكتة، وإحنا من خلال البرنامج الساخر بنصنع أيضا الابتسامة وأيضا بننشر الوعي من خلال البرنامج. فالشعب يعني، وأيضا بننزل البرنامج اللي هو رئيس الفصل وأيضا قبل كان عكس خط، يعني بينزل إلى مستوى الإنسان البسيط الذي العامي، يعني ما بدنا يقش المعلومات الذي يشتي لها على ما يقولون الناس العميقين، يشتي لها محلل وتوصل للناس الراقين، بنناقش الشخص البسيط والمواطن الذي في القرية في بحيث أن يفهم ووصل له معاناته تنشر لها الوعي من خلالها. صحيح. إذن محمد، كان في نقلة نوعية واضحة يعني ربما حتى تحدث عنها كثير من متابعينك، سواء باللوك اللي طلعت به أو بالديكور، بمونتاج الحلقات، بالشكل الفني للحلقة، حدثنا عن هذه النقطة. الشكل الفني نعم في فرق كبير، وحتى في اللوك أنا تعمدت أنه في برنامج جديد لازم أجيب شيء جديد، وكان رئيس الفصل أنا بعض الناس يقولون من فين جاءت اللحية، من فين جاءت، الموضوع بسيط، وفقط أنا كنت من قبل أشيلها وفقط بكيتها، ولهذا أنا حاولت أحرص أن يكون أيضا الشكل جديد حتى من لبسي ومن شكلي والنظارة وكذا. من حيث الصورة نعم في جديد، وفي تقنية استخدمناها جديدة في التصوير ونوعية الكاميرات، في مدرسة مختلفة عن السابق بشكل عام. أنا مثلا مرتاح في هذا السنة أول سنة أجلس على كرسي، يعني أنا كنت أحيانا أصور الحلقات سابقا إلى درجة أنه ممكن أوقف 13 إلى 14 ساعة وأنا واقف أصورها، فكنت أتعب كثير، خصوصاً نحن في اليمن لا مكيفات لا في أي شيء، ولهذا أول سنة قلت لازم أجلس، خلونا نشوف شكل معين بحيث أنني أجلس. كان من سابق تعتمدوا تقنية الكروما صح؟ نعم الكروما، وأحياناً حتى الاستوديو، ولكن ستظل واقف يعني. أنا كنت بحيث أنا كنت سابقاً لغة الجسد كنت أحاول أوصلها بكل تعابيري بحيث أني أبلغ، فأنا هذا السنة لا في جلوس وايضا في طلاب، بحيث انه اشركت الطلاب ومنهم ابراهيم خدمنا كثير، دائما يخدمنا ابراهيم، انسجمت مع ابراهيم انه من الاشخاص الذي لا يتكلف في ادائه، يعني انا كنت دائما وصلت هذه الفكره. نعم يعني ولهذا انه ممكن في سلاسة في نعم ابراهيم نجم، فقط يحتاج كيف توظفه التوظيف الصح، وأنا مثلا كنت أتابع أحيانا أعمال مثلا في الفضاء اليمني أو كذا، الدراما اليمنية تحس أن الممثل بيمثل، بعكس إبراهيم لا يقنعك أنه ممثل، أنه مؤدي الشخص، عندما دور بلطجي هو بلطجي، عندما دور ملتزم، عندما خضيب جمعة يعني هي خضيب شخصيته جمعة. يعني شخصيته فيها تلقائية فيها كبيرة تلقائية يعني. وأيضا محترف في شغلات، الموضوع ليس مجرد تمثيل فقط، كيف أنك توصل للمشاهد أنك لست ممثل وإنما منغمس في الدور تماما، وهذا إبراهيم يعني يجيده، وممثلين قلائل في اليمن يجيده هذا الأدوار منه، ممكن أنا لو إبراهيم يجلس 10 أدوار في اليوم ممكن يتقمصها يعني بشكل مختلف. أنا حابة بس كمان أقول للناس أنه يعني لا تظنوا أن محمد الربع وإبراهيم بادي مختلفين تماما عما هم موجودين فيه، هم نفسهم اللي بينكتوا وبيزوجوا على كل حاجة يعني. أنا حابة بس أسمع منك كذا تفصيلة صغيرة، قصة الزعتر اللي كررتها أكثر مرة في الحفل الختامي، عذبوك شكلهم، فمعك مساحة واسعة بدون حد يعني، بدون سارية، بدون أي حد ممكن يعني يضغط عليك. أيها طبعا الأخ ساري وجه له التحية، اليوم منتج البرنامج أوجه له التحية وأقول له عيد مبارك. طبعا كان يجيب لنا الوجبات، هم عندهم الزعتر، وجبة اسمها الزعتر. الزعتر يعني نفس عندنا. نفس عندنا بس احنا نستخدمها ايش؟ نستخدمها مع المطيط مع لها حاجة خفيفة. ايوه يعني هو بيجيب لي سندويتش زعتر اللي بين ايوه اللي بين استخدمه في البيت لشهرين بين كله في سندويتش واحد. وهو مستمتع وبيقدم لك اهم وجبة عنده. والله انا يعني جلست اسبوع، الاسبوع الثاني كل زعتر زعتر زعتر، قلت يا اخي خلاص انا قد اكل زعتر لمدة سنتين قدامي، حول اي شيء. ايوه بعدين مع التكريم يعني قلت له معك شوالة زعتر. ايوه هو بيكرم، قلنا قد كرمناك شوالة زعتر. طبعا حي الاخ ساريه، هو منتج البرنامج وكل فريق العمل صراحه اللي وقف وقدم هذا البرنامج بهذا الاداء. طيب محمد، يعني اول ما عرفنا انه محمد الربع انتقل لبلقيس، يعني بعضهم تكلم انه بيكون معك سقف حريه ربما
أوسع من السابق، هل منحت لك فعلا هذه الحرية أو السقف أو كان في عليك رقابة؟ والله بالنسبة للسقف الذي أشتغله يعني أنا حتى سابقا أنا كنت أعمل في جو معين من العمل، أنه حتى نفس الجو اللي اشتغلنا في بلقيس أنه فقط أنه أصبح متاح لنا بشكل كبير، مع أنه كان سقفنا هي هذه سياسة البرنامج، نحن نمشي في سياسة معينة بحيث أنه نوصل لكل الناس. نجاح الإعلام أنه حتى كيف تصل حتى لمن يختلف معك، أما إذا أنت بتخاطب الناس الذي في صفك هذا ليس بإعلام ناجح. إحنا ماشيين على سياسة أنه حتى ولو تختلف معي تابعني، لأنه أولا لن نشتم ولن نستخدم لغة هابطة، وأيضا لن سنجيب شيء إحنا في صالحك. نفسه لو يتابع مثلا تابع الانتقالي أو تابع الشرعية أو تابع الحوثي، لو يفصل ويدقق في تفاصيل البرنامج سيجد أننا في صالح أو ما كذبتش عليه، يعني أو ما كذبناش عليه. إحنا بالأول والأخير أخذنا مقاطع من عندهم وعدنا صياغتها، ولكن برؤية غير الذي هو كان يصورها له. نقول له لا، هنا كذا وهنا كذا وهذا الصح أنه هكذا وهكذا. أنت لما يقولوا لك مثلا في عادن نقول بنحولك إلى دبي، واقعك غير دبي، ولا تصدق شو. عندما يقولوا لك أنك بتصبح زي أبو ظبي، واقعك المجاري وكذا. نحن ننحاز دائما للناس الذي ليس لهم سلطة، قلتها دائما إنه للناس البسطاء، وهذا جمهوري. لأنه في الأول والأخير أنت الناس بينتظرك دوال السنة، إذا والله وصلت نهاية السنة تتكلم عن فخامة الأخ الرئيس القائد والكذا، أو تتكلم عن السيد الكذا والعلم مدري إيش، أو تتكلم عن المدري إيش، هذا يعني ايش الجديد معهم؟ هؤلاء قنواتهم طوال السنه بتتكلم، على اي اساس بينتظرني طوال السنه؟ محمد يعني لقيت هجوم ولقيت اعتراضات كثيره يعني من خلال يعني بعض الحلقات، ومثلا حلقه الاحزاب كل حزب خرج يدافع عن حزبه بطريقته، يعني فكيف واجهت يعني واجهتم هذه الردود الفعل اللي هي يعني احيانا قد تكون منصفه واحيانا غير منصفه، كيف ممكن يعني تتعاملوا معها؟ نحن نتقبل كل الاراء، وزي ما يقولوا اذا اردت ان تخسر اصحابك ما عليك الا قول الحقيقه. نحن نخسر صحيح ربما من جمهورنا اذا تكلمنا عن اشخاص ينتمون، ولكن نحن نكسب جمهور اخر ايضا كان منتظر مننا ان نتكلم عن هذه الامور. وفي الاول والاخير نفسهم هؤلاء الذين نتكلم عنهم، نحن نتكلم عنهم بصفتهم يعني مسؤولين ولهم مواقف ورأي عام، يعني هم شخصيات عامة، لا نتكلم عن شخص ليس له ذنب أو شيء. هذا شخص بيطلع من التلفزيون، احنا ما رحناش نصوره لبيته أو كذا بخفية، هو بيطلع في التلفزيون نفسه، يعني هو موجود فقط احنا أظهرنا عندنا. ثانيا احنا نتكلم في قضايا ربما صح يجلب لنا خصوم كثير، ولكن إلى متى السكوت عنها؟ يعني احنا ربما لو الناس تكلموا من قبل، بس ما عاد خليت لكم شحد، يعني كل الناس نذفتوهم يعني للاسف، ولكن هذا واقعنا. اذا هذا الحاله اللي وصلنا، اذا قالوا لك انه مسؤول عنها طرف معين قضى، كل من موجودين الان النخبه السياسيه الموجوده تتحمل ما وصلنا اليها اليوم. طيب لكن عند هذه النقطه بالذات محمد، ربما اعترض كثير ممن يعني هم مع الشرعية أنك ساويت بين الأطراف، رغم أنه الكل عارف أن في طرف انقلابي هو اللي أدى لكل الفشل السياسي الموجود حاليا، فبيقولوا كيف بتساوي بين طرفين؟ أوكي الشرعية لها أخطاءها ولها عيوبها ولها إشكالياتها الكثيرة، لكنك خصوصا في الحلقة الأولى يمكن استفزهم موضوع أنه أنت عملتها كذا خلطة كاملة ميكس لكل الموجودين على أساس أنك بتفصل في بقية الحلقات، كيف ممكن ترد على هذه النقطة؟ لا يوجد أي مساواة، نحن نضبط المصطلحات في استخدامنا لها، معانا أكثر من فريق وتمر بمراجعة استخدامنا المصطلحات. هل تغير موقفنا أن الميليشيات مش ميليشيات صارت شرعية مثلا الحوثي شرعي؟ لا، هو ما زال ميليشيا. هل الشرعية احنا أنكرنا أنها شرعية؟ لا، ما زلنا نقول الحكومة الشرعية. هل الانقلاب في عدن؟ ما زلنا نقول انقلاب. نحن فقط نوصف الحالة الموجودة، مع أن لنا مواقفنا ثابتة، الانقلاب انقلاب والشرعية شرعية، ولكن لا يعني أننا مع في صف الشرعية نحن مع أخطائها وصحها وخطأها. لا، نحن نقول لا، أنتم أيضا مسؤولين بصفتكم مسؤولين على الشعب والحكومة شرعية، لا يعني أنه في انقلاب معناه خلاص كل شيء على الانقلاب وأنتم خلاص روحوا ناموا في الرياض أو في أي مكان في الاغتراب وخلاص وتركونا. إذا أنت تريد أن تميز نفسك
عن الميليشيات قم بمهام الدولة فقط، لجل الناس أيضا هم يميزوا بينك أنت والميليشيات. إذا قلت كلهم صاروا سواء أيضا إحنا لسنا إحنا الذين نساوي بين التحالف نفسه عندما يضع مثلا انتقالي والشرعية في حوار واحد أو يساوي بينهم يقول لهم يسميهم أطراف، هذا هو المساواة بيننا. هم اللي بتنتقد هذا يعني. الذي أصبح يصوره منه عبارة عن أطراف. أما نحن ما زلنا نقول للانقلاب انقلاب وللميليشيات ميليشيات وللحكومة الشرعية شرعية، ولكن فقط يا شرعية قومي بدورك فقط. وهذا الذي أنا أختلف على الباقين، أن نحن يفتكروا أنه لن نتكلم عن الشرعية وهؤلاء ناس منزهين وكذا. وقلت في فرق بين الموظف والمقدس، إذا تريد تحوله إلى مقدس هذا شأنك. أنا كان من قبل يقولوا لي علي صالح مقدس، لا أيضا بيقولوا لي الناس من أتباع الحوثي تكلم عن المشرفين وكذا وكذا، لكن لا تكلمش عن عبد الملك الحوثي بصفته عندهم مقدس. أيضا نفس الشيء تكلموا عن الوزراء ولا الوكلاء ولا كذا، بس لا تكلموش عن رئيس الجمهورية. نحن الموظف لدينا يفرق عن المقدس، ولا مقدسات لدينا في البرنامج. المقدس هو الوطن ومصلحة المواطن. طيب الجميل في الموضوع أنكم الاثنين مشاركين في إعداد النصوص والحلقات والزبجات وكل شيء. يعني إبراهيم كيف بتعملوا، كيف بتعدوا الحلقات؟ أكيد في ناس بيسألوا هل بتعملوها كل يوم بيومه، هل أنتم مجهزين لها؟ الإعداد كيف مر معكم؟ يا أستاذ الإعداد بنبدأ بالرصد، رصد القنوات، رصد القنوات كامل، نجمع المواد. من متى بتبدأوا؟ بنبدأ من يعني من قبل رمضان بستة بسبعة أشهر. الرصد واصل للقنوات كامل اللي نشتيها، رصد واصل، تجمع في برامج وتجمع جميع المواد، بعدين نوزعها وكل واحد يستمع يقطع يجهز المقاطع، يجمع المقاطع، بعدين نحدد عناوين، في عناوين نجلس معها بعض كلنا نحدد عناوين إيش نتكلم فيها، وبعض المقاطع هي اللي تصلح العنوان، وايضا نجلس نصيغ السيناريو وكل واحد يشارك بإفي، يشارك بنكته، بزبجه، بتعليق، حتى يعني يكتمل النص، وبعدين مراجعه. طبعا تخرجوا عن النص اثناء التمثيل؟ اوه بعض الاحيان النص موجود تنسفوه وترتجلوا؟ لا مش ارتجال، يعني في نفس المضمون، بس في بعض الاحيان وقت التصوير يجي فكره، يشوف مقطع يجي منها فكره فلاش، فكره يعني قالب. الاستاذ محمد طبعا في النهاية هو الذي يطلع على السيناريو كامل ويبدأ التصوير. جميل. طيب محمد، في موضوع الـ يعني أنت قلت لي أنه الناس بينتظروك لمدة سنة، لازم تجي تقدم لهم شيء مختلف. بعضهم بيقولوا يعني بالله عليك في رمضان مجمع لنا 30 موضوع سياسي واقتصادي واجتماعي، صح انك بتقدمه بقالب ساخر، لكن بيكون يعني وجبه دسمه حقيقه من المعلومات اللي بتجي داخله، من الحزن اللي بيصيب الناس والاحباط من الواقع الحاصل. فهل يعني واكيد طالبوكم كثير انه يتحول البرنامج الى برنامج اسبوعي، تفكروا بهذا الامر انه يعني تخففوا؟ هل بيكون اسهل اصعب؟ ايش الفكره عندكم؟ البرنامج الأسبوعي نتمنى أن نستمر بشكل أسبوعي، لكن مثل ما قال إبراهيم نحن من قبل رمضان بستة أشهر نجمع المادة. فيما الأسبوعي معناها أنه معك ثلاثة أيام فقط تجمع مادة، واليوم الرابع تصور، اليوم الخامس تمنتج، اللي بعده دبث يعني. فإحنا هذه البرامج الأسبوعية ومن هذا النوع من هذه البرامج تحتاج إلى فريق كبير من الرصد، لأنه كل أسبوع بنفس الأسبوع تنتج، ما فيش معك، والناس بينتظروك نهاية الأسبوع دبث حلقة. ولكن إحنا إن شاء الله نحاول أننا نتحول إلى برنامج أسبوعي، ولكن إن شاء الله تتوفر الإمكانيات. أنا ما يؤخرني أن أحول إلى أسبوعي أنه لا أريد أن أطلع ببرنامج سلك، انا انتظر نهايه السنه واقدم. فيها ايجابيه يمكن محمد بكلمك عليها، ربما اكيد فيها ايجابيات وفيها سلبيات. نعم اسمحوا لي بس انضم معنا الناقد الفني احمد جبارة عبر الهاتف. مساء الخير استاذ احمد. مساء النور والعافيه استاذ. اهلا بك وكل عام وانت بخير وبصحه وسلامه ان شاء الله. وانتم بخير ان شاء الله، وجميع المستمعين والمشاهدين لقناة بالفيس عيد مبارك وكل عام وهم بخير، وإن شاء الله يرفع عنا الله البلاء والوباء والحصار والحرب على الجنة إن شاء الله. الجميع إن شاء الله. أستاذ أحمد كيف تابعت برنامج رئيس الفصل؟
والله كان وجبة من ضمن الوجبات الفنية والثقافية التي نجتمع عليها كثيرا من الزملاء والأصدقاء وأيضا مع أولادي في البيت. لحسة ظل الرائع الإعلامي الأستاذ محمد الرب وأيضا الأستاذ إبراهيم وفاطمة العمل الرائع الذي شرفونا ببرنامج رئيس الفصل والذي كان برنامجا سياسيا ناقدا بامتياز. نعم أستاذ أحمد، يعني إذا عندك ملاحظات حابب تقولها، يعني خاصة ومعنا الفرصة أن احنا يعني هم موجودين معنا وممكن تقدم لهم أي ملحوظات أو انتقادات حتى نناقشها معهم. أيوة طبيعي. أنا جبتكم ليش يعني؟ والله يا أستاذة لما نقول على هذه البرامج السياسية الناقدة كانت تاريخيا بدأت في الستينات في بريطانيا وأمريكا وظهر حول هذه البرامج جدل وقد تصدى الأدباء بتعريف لهذه البرامج حتى استطاع قالوا بأنها هي القوة الرائعة التي تعبر عن مشاعر الرأي العام بغرض جذب الجمهور إلى عالم السياسة، لأن جمهورنا يشتغل مع نفسه بعيدا عن السياسة بحيث عن وظيفة وهموم الاجتماعية. وكان هم الديمقراطيات الأوروبية في جذب الناس لذلك توجه الإعلام إلى تفعيل هذه البرامج التي تخدم المواطن وتهمه وتعرفه بعالم السياسة حيث أن السياسي هو الذي يتحكم بالأمور الاقتصادية والاجتماعية في أي بلد ما. وتعتبر هذه البرامج أيضا يعني تعمل تسويق للاحتقان والغضب السياسي من خلال التقنية كما يقول مثلنا الشعبية العربي الشعب البلدي لا يبحث التقنية أحيانا بغرض الكشف عن الفساد وبغرض رفع الوعي المواطن وربط المواطن مع قضايا السياسية. هذا رائع مثل هذه البرامج مش بحاجة لها لأننا نحتاج إلى توعية الجمهور وبمشاكلهم السياسية والاجتماعية والثقافية حيث يعتبر السياسي هو اللي يتحكم بجميع هذه القضايا الاجتماعية والثقافية والمعيشية. هل هذا ما جعل مثل هذه البرامج قريبة للجمهور أستاذ أحمد؟ نعم قريبة من جمهور الشباب خاصة حيث أنه بالنسبة لواقعنا العربي وواقعنا اليمني ظهرت هذه البرامج بفكرة بعد ثورة الربيع العربي وحين تفاعل الشباب مع قضاياهم الاجتماعية والسياسية وخرجوا يبحثوا عن مطالبهم الحقوقية. فظهرت هذه البرامج في ظل الربيع العربي هذا وتعتبر أيضا هذه التجربة بالنسبة لبرنامج رئيس الفصل وكما هو سابقا أيضا البرنامج الذي قدمه الأستاذ محمد الرضا اللي هو برنامج رئيس الفصل والبرنامج سابقا معك الفصل. هذه البرامج الناقدة مطلوبة ولكن السؤال فقط علشان يعني نريد كل إحنا هل البرامج هل تريد المشاهدين كلهم فقط ولا تستهدف الشباب فقط وحبطة على القوة أم أنها فقط لتنفيذ الفك لدى الشباب المحصولين والذين يشكرون بالفك والإبعاد من بعض السياسيين سواء في أحزابهم أو في حياتهم الاجتماعية. ايضا هل الهدف تنفيذي ام توعوي؟ اذا كان الهدف توعوي فهذه البرامج مطلوبه وهي ضروريه، اما اذا كان تنفيذي فهي تخدم الساسه فقط. هذا فقط ملاحظه حول هذا الموضوع ولكن
أنقذكم من البرنامج، البرنامج رائع وتركته بالكامل. نعم جميل. إذن أستاذ أحمد، يقال أنه من السهولة أن تبكي الجمهور، ولكن من الصعوبة جدا أن تضحك هذا الجمهور، أين مكان من الصعوبة برأيك؟ صحيح، يعني يقال بأن البشر هم حيوانات ضاحكة أو باكية علميا، لأن الضحكة والبكاء هذه تعتبر صوت وليست كلام. فأن تبكي سهل جدا نتيجة كثير المعاناة اللي يعيشها الإنسان، لكن أن تكون حزني صعب جدا. وفن اللثة وفن تقديم اللثة وتقديم المشهد هذا يحتاج إلى موهبة رائعة، ويحتاج إلى إمكانيات. إحنا نعتقد أنه كان هناك جيش من الذين يشتغلون وراء البرنامج هذا، من المخرجين والممثلين وأيضا المعدين وجميع العناصر الفنية الجميلة التي اكتملت إلى حد ما في هذا البرنامج. ومشكورة قناة الفيس عن احتضنت شباب المذيعين ودعتهم لأن يقدموا برامج توعوية تخدم المجتمع. بإذن تعالى، شكرا جزيلا لك أحمد جبارة الناقد والمخرج المسرحي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. إذا عودة لكم ضيفي العزيزين. أستاذ محمد، كنا نتحدث عن موضوع البرنامج الأسبوعي. يمكن الناس بيقولوا أنه من ميزات أنه يكون في برنامج أسبوعي أنه بتناقشوا الأحداث أول بأول، ما بتفوتكمش بعض المواضيع. يعني ما أعتقدش أنه خلال 25 حلقة أو 30 حلقة بتغطوا كل الأحداث اللي بتحصل في البلد، وبيكون معك مادة يمكن أكثر، وما بتضطرش لأنه يعني تجلس تقلب وتبحث عن مواضيع. ربما إيجابي أنك تتناول الأحداث، ولكن أيضا إحنا في الأول والأخير لسنا أخبار، يعني لازم تواكب الأحداث، ولسنا برنامج صدى الأسبوع يعني تجيب الخلاصة نهايته. إحنا نشتغل على القضايا، قضية مثلا التعليم، نجمع مادة كبيرة بحيث نتناول طريقة التعليم أو نتناول الصحة، أو نحن يهمنا هو المادة وجمع المادة وصناعة رأي عام من خلال ما جمعنا. لا نهم بالنسبة للأخبار أو المستجدات، الآن توصلك في الواتس وتوصلك في الفيسبوك وتوصل آخر الأخبار وتوصلك، ولكن كيف تصنع يعني من ما وراء الأخبار هذه قضية وتجمعها، ولهذا هو كان هذا الشيء اللي كان يخلينا نشتغل أسبوعي بالنسبة موسمي. ولكن في الأسبوعي ربما أن احنا نتوفق ونشتغل إذا تسهل الله واشتغلنا أسبوعي، ولا أنا بالذات أنا أميل إلى أن أشتغل شغل مكثف. الكم الكيف أكثر من الكم، نشتغل بشغل مرتب ونوصل للناس ويوصل رسالته أفضل مما أطلع أسلق لهم من أجل الظهور. أنا لا أحب ظهور من أجل مجرد الظهور، ولكن إحنا نظهر من أجل نوصل رسالة ونحرص جيدا أنها تصل للناس، هذا يهمنا. طيب إبراهيم، بالنسبة لموضوع المشاهدات، يعني يمكن في بداية الحلقات كان في مشاهدات عالية جدا على البث المباشر، بدأت تنخفض في الحلقات الأخيرة، إيش بتفسروا هذا الموضوع؟ ما هو تفسيركم برأيك؟ والله أنا بقولنا بداية رمضان يكون الناس منكبين، حتى إحنا المواضيع المهمة بنخليها بداية رمضان، وأيضا عندما اخترنا 25 حلقة لأنه في نهاية رمضان خاصة لأن الجمهور يمني، جمهورنا يمني يجوا يعني يصيروا الاعتكاف، خروج السوق حتى مع كورونا ما رحوا لهم من السوق، قلنا كورونا ما زالوا ما شاء الله ما زالوا في الأسواق، يخرجوا يتكسوا ويخرجوا يعني يقضوا مقاضي العيد. فبتكون وأيضا النت عندنا المشاهد اليمني ما بش النت عندنا مشاهد، أيوة يعني اليوتيوب معك المغترب اليمني بيشاهد، لكن في اليمن يلا يرسل لك عيد مبارك توصل عيد الأضحى، وفي رسالة عيد الفطر توصل عيد الأضحى. طيب بالنسبة ل يعني تجربة وجود شباب معكم داخل الفصل وظهور الجد داخل صف اللي هو جدك، أغلبهم تقريبا لأول مرة بيظهروا، فكيف تقيم تجربتهم معكم؟ والله يا الشباب اللي ظهروا معنا يعني الزملاء في الفصل الذي
نزلوني ورشحوا الرئيس بدلي، حاقد عليهم. إلا جدي. إلا جدي. صح إنه ما كانش يعني يمشي لي أموري، لكن طبعاً والاسم اللي سماني به كذا الناس كلهم يوثوا. اللقب. طبعاً كظهورهم لأول مرة، بس والله يا شباب رائعين جداً وأفادونا يعني في تنوع يعني إيصال القضية من خلالهم، مناقشة أيضاً مداخلاتهم، فهم شباب رائعين وجه لهم التحية وخاصة لجدي. يا سلام. أقول لهم الدولة تسلم عليك. كمان. طيب محمد، هل استفدتم من أي تغذية راجعة من خلال المتابعين؟ أكيد بتوصلك رسائل كثيرة، أكيد بعدين بتتابع التعليقات على البث المباشر. هل حاولت إنه تغير في نسق حلقة معينة أو في بما يعني فعلًا حسيت إنه فلان طرح موضوع مهم أو لفت انتباهك لقضية مهمة؟ نعم، كثير من الأشياء نستقيها من الناس. لا أخفيك إنه في حلقات حلقة كاملة أبنيها من رسالة شخص. يعني احيانا في حلقه من الحلقات اللي هي القداسه وكذا، شخص ارسل لي بجميع محاور الحلقه، وهو شخص عادي ربما بس مطلع، ولكن اعطاني الفكره بل اكثر من الفكره، يعني تفاصيل في اجزاء الحلقه، فافادني. أنا نستفيد من كل الكتاب، نعمل احنا نأرشف كثير من الكتابات معنا طوال السنة، نأرشف مقالات، نأرشف تغريدات طوال، نستفيد من مش الناس. مش بالضرورة تكون ساخرة يعني، مش معلومات، ولكن فيها فكرة. ما دام فيها فكرة أو معلومة نحن نأرشف، فنستفيد من كل الناس. نحن بالعكس يفيدونا كثير، إلى أن نحن يعني هؤلاء هم بضاعتنا، وهؤلاء الذين نحاول نوصل صوتهم. فالأول والأخير إحنا نقيس المزاج العام، وما هي أكثر القضايا المتداولة بين الناس، وإيش بيتحدثوا، ولهذا لكي نوصل لمرحلة هم يقولوا لنا والله تكلمتوا بالذي في قلوبنا، والله تكلمتوا الكلام اللي نشتي، وهو عبارة عننا نسمع للناس. إحنا نسمع كثير للناس، لا تصدقيش إن الذي ممكن واحد يوصل لمرحلة إنه خلاص فنان أو مبدع أو كذا، إنه خلاص يغفى. هذا هو ضمارنا الناس هؤلاء، والجمهورنا هم، ولهذا نحرص. يعني هم حقكم الحقيقي. نعم، هو رصيدنا والله. إن أحيانا لما توصلني رسائل أو توصل لإبراهيم، توصل لي رسائل من حتى مثلا من حوثيين، يقول لي والله إنني كنت أقاتل في الجبهة مع الحوثي، وشوف ثلاث أو أربع حلقات أو حلقات معينة ورجعت. كم يسعدني هذا الشيء. ايضا في عدن توصلني رسائل والله ان بس احنا مكبوتين وكذا، وما تكلمتوا انه هذا واقعنا واحنا كذا، وواقعنا والكهرباء وكذا. كم تسعدنا هذه الرسائل، كم اننا توصلكم رسائل من مسؤولين، توصلنا من مسؤولين، بس المسؤولين انا بطلع ولا ما بطلعش. هذا اكثر هم يعني، هذا اكثر انه هل بيظهر على ضمن البرنامج او ما بيظهر. في ناس عتبوا عليكم؟ ربما معظم الناس، معظم حتى المسؤولين كلهم يقول والله اتيت لي في النفس، والله انت اتيت، والله وكان احنا ما حنش داري من بنغاضب من اذا يعني احنا ما كان قصدنا، اتيت لي في نفسنا بس. طيب ومن منخاض احنا كلهم زعلانين، كلهم مش داري من هو المظلوم. شعب الله ما ادري من هو الظالم، ما ادري انا ايش من هو الظالم. كل واحد يتصل فلان كان من هو هذا اللي ظلمنا، احنا مش عارفين من. في حلقات يعني حسينا ان فيها جرأة في الطرح وقوة، ربما يعني حتى ان في بعضهم اساءهم منه الكبش هذاك اللي اديته والتحرير المناطق. حسيت انه يعني كان في صعوبة في طرحها ولا دوس يعني ما فيش مشكلة؟ والله موضوع الكبش والكبسة هي سماخ يعني، اصبحت انه احنا تعمدنا انه نظهر انه معارك الميدان شيء ومعارك خارج البلاد شيء ثاني. الا يقول لك انه بيقود معركه بتليفون ولا بواتس ولا من خارج البلاد، الافضل هم من في الميدان، معاركهم هذا يعني بعضهم بس فهموها فهم خاطئ، انكم تتريقوا على الجيش. لا يعني لا احنا حتى عندما كتبنا عنوانها كتبنا اداره غرفه العمليات للمعركه من خارج البلاد، احنا عارفين من نقصد، لان الي في البلاد الي داخل البلاد قد بيضحي بدماء وروحه وبدون رواتب وبدون قد ايش اغلى من الروح اللي بيضحي، لكن اللي خارج البلاد ولد ابراهيم جسد اللي عامل بث مباشر ومكيف وبياكل وكذا ينظر للمعركه من خارج البلاد ويا فندم وبياكل من الميمنه، ليش ما تجوا من اليمن؟ انا اقترح انه من الميسره. هؤلاء
يا مسهل الحرب يقولوا على المتفرجين يعني موجودين يعني. وموجودين شريحة كده. التنظير موجودة من للمعركة من خارج البلد، لكن من في الميدان غير معارككم الذي بيبذلوا أرواحهم وكذا. هذا صراحة هذا يعني نقدسهم ونجلهم يعني. أوكي ساخرة وبتضحك الناس، لكن حقيقة يعني أنا أعتبرها وأعتقد كثير من الناس يعتبروها حلقة وثائقية لمرحلة مهمة من حياة الناس. يعني تحسوا أنه في مسؤولية على عاتقكم بهذا الشكل؟ أنا قاطع الأستاذ إبراهيم، لو تتابع من قبل من بداية شغلنا إلى اليوم كل المراحل موجودة مأرشفة. يعني لو واحد أخذ من لو أخذ البداية عاكس خط رقم واحد بيشوف من هي أبرز الشخصيات اللي كانت في وقتها وإيش حصل في هذا المرحلة وما هي الأحداث، إرشيف للعام نفسه. ينتقل للموسم بيشوف الشخصيات الذي ظهروا، في شخصيات الآن ما بظهرش معانا لكن كانت من قبل، مثلا عبد الجندي ما هذا الموسم في مرحلة من المراحل هو كان موجود، لكن الآن نتناول مرحلة معينة أشبه بالرصد التاريخي وأش حدث وأش حصلت من انقلابات وأحداث ورصد يعني تاريخ المرحلة في هذه ما مضى. نزعم أن احنا نحاول أن نوجده من خلال المواسم حقنا، في كل حلقة نحاول أن نؤرخ لجزئية معينة من تاريخنا السياسي في البلاد. طيب إبراهيم حابب تضيف شيء على اللي؟ لا أنا حابب احنا البرنامج اللي من خلال اللي نتكلم عن الناس أو بننتقد الناس اللي في موقع المسؤولية، أما الأشخاص الذي خارج المسؤولية معلم، لذلك بعض الأحيان توصل رسائل يعني يحول البرنامج إلى ما يطلبه المستمعون، لو تنتقدوا فلان باقي فلان، إلى درجة وصلت رسائل للأستاذ محمد في واحد اشترى عسل وزادوا عليه في العسل، واحد غش في العسل لو سمحت يعني لو تكلموا عن الذي غشنا في العسل ولا شيء. يعني أصبحتم صوت الناس يعني نحن نحترم الناس ونقدرهم أنهم يشعروا أننا صوتهم وأننا بنوصل صوتهم، نتمنى ذلك وأن إن شاء الله نحرص أننا نكون صوت. طيب أولى بهذا الحرص محمد تتوقع أنكم بتنجحوا للفصل الثاني وما حدش بيفصلكم بتستمروا؟ والله إذا ظلينا سلمتنا عني سلمت ناجح سلمنا النتائج خلاص. أيوه أنت ما حدش فصلك ولا أستاذ ناجح يفصلك ولا المدير ولا رئيس الفصل، وإذا اختار أو فريس فصل ثاني ما عنديش مشكلة، بس كل دائما يزكيني الأستاذ النائب. ولكن قلت لك ما دام إحنا قريبين من هموم الناس سننجح، إذا انفصلنا عن هموم الناس ومشاعر الناس وهم اهتماماتهم بنظل نغرد خارج السرب. إحنا كل ما قربنا من الناس حضرنا بين الناس. عاد باقي معايا وقت شباب، بعد ما يسأل يعني حابة إنه نتكلم عن الحلقة الأخيرة واللي كانت مؤثرة بامتياز ويمكن من أكثر الحلقات مشاهدة ومشاركة وتنزيل وكله، كيف تتكلموا عنها؟ آخر حلقة كانت من الكليب بالذات كان من أصعب الكليبات الذي انتجناها، يعني أيش أقول لك والله بصعوبة كملنا تصويره، إنه في كل مرة نصوره يعني حتى الفريق اللي ما كانش يمنيين وكذا كان أشوفهم يبكوا تأثروا كلهم، خصوصا أنك أنت مش فقط بدلقي كلمات أو أنت بتحس الكلمات هذه، إنه هذا واقعنا يعني ملينا تعبنا كيف نخرج من هذا الوضع من فلهذا تأثرنا كثيرا، ولهذا بصعوبة كملنا. أنا قلت للمخرج خلاص يكفي أنا تعبت يعني ما عاد قدرت شيء أواصل وأنا أرددها، فقط أنت وأنت تقول الكلمات تتخيل كل صور وواقع بلدك. خاصة أنتم أضفتم مقاطع فيديوهات يعني هي جزء يسير من أيوة واقعنا يعني جزء يسير وصعب صعب للغاية. كيف كان مشاعرك إبراهيم وأنت بدل ما تضحك الناس بكيتهم؟ والله يا أستاذ طبعاً على ما قال طبعاً كلمات الأوبري تعددناها قبل رمضان يمكن بثلاث أشهر جهزنا الكلمات، وأيضاً وقت التصوير لأن على ما قال الأستاذ ملينا من كثر الناس الدول الثانية بتعمر وإحنا في حروب في مقابر في أشياء، وأيضاً ذكر واقعنا حال اليمن وحال اليمنيين والمشردين والنازحين والجرحى، فأكيد أي واحد عندك قلب يعني بيتحسس وبيتأثر بهذا الشيء. الحمد لله نجحنا فيها. كيف كان ردود فعل الناس عليها؟ والله ردود الناس طيبة، خصوصا من الكليب الأخير، إنه لا ما فيش واحد يمني بيقول والله هذا مش واقع، هذا واقع، ولا يوجد يمني ليس متضرر ما يحدث في بلادنا، ولهذا وصل الضرر إلى كل بيت وإلى كل إنسان سواء مغترب أو داخل البلاد، ولهذا وجد الناس في هذا الكليب إنه واقعنا، وجد نفسه في هذا الكليب إنه
ملينا بالفعل، احنا ملينا وتعبنا من هذا الحرب، ونتمنى ان احنا نخلص، ولا كنا بحاجة الى حروب اصلا، ولكن للأسف هذا واقع. الكليب كان لسان حال الشعب باختصار. باختصار كان لسان حال الشعب حقيقة. يعني كثير من يعني المشاهدات اللي تكلمت عن الكليب واللي بيتبع الكلمات يعني فعلا عرفتم الجرح فينه ودستم عليه بمهنية عالية للأمانة. يعني حاولنا أن نبسط الكلمات أحيانا، وهذا دائما نعتمد في كتابة الكلمات. طبعا إحنا نكتبها أنا وإبراهيم واثنين آخرين، يعني ما في شيء. يعني بتكتبوا المحزن والمضحك. إحنا اللي نكتبها. نعم. فإحنا تعمدنا أنه نقولنا مش وقت البلاغة، مش وقت بالعكس. يعني كان جميل، خلونا ننزل إلى مستوى الناس. أيوة. أيوة، بس ملينا من هذا. إحنا فقط لا نريد نعيش بكرامة. يعني هل هذا طلب مطلب يعني صحيح. خيالي إن إحنا واحد يعيش في بلد لا مهمش ولا مقصي ولا شوية يعني معانا شوية كرامة؟ فحاولنا نقول لا، بصدوا الكلمات بحيث إن إحنا نتكلم على لسان صاحب البكالة واللي بيسوق الباص والذي في القرية واللي في المدينة. لا يعني، وإحنا في خلال برنامج كامل إحنا لا نخاطب النخبة، نحن نخاطب اللي الناس ما بتخاطبهم، اللي هم 80% العامة الناس. إحنا هؤلاء جمهورنا، وبالعكس نحن نجد أن النخبة أيضا يتابعونا. في كثير من الناس يقولون لا، ليس أنتم ما تخاطبون الناس. نقول لهم لا، نحن ننزل إلى مستوى الناس البسطاء ونرفعهم ونوعيهم معنا إلى أن يوصلوا إلى مستوى النخبة والوعي. لكن إنه تقول والله أنا بظل وتنتظر الناس يطلعوا لمستواك ولا مستوى النخبة، لا. إحنا بننزل بأسلوبنا ومشاهدنا الدرامية إلى مستوى الناس البسطاء عشان يفهموا. لهذا أمك، ولهذا قبل الحلقة سمعتنا أم الأستاذة آسيا مقطع، لا هي يعني لا إذا كان سيسة بشكل كبير ولا دخلت معتركة السياسة، ولكن تقول الله يحفظكم وكذا، بتبردوا قلوبنا وكذا. بردتم قلوبنا يعني كانت منتشرة الغاية يعني مع كل حلقة. وكم توصلني رسائل من أشخاص، والله أمي بدعي لكم، أمي كذا، حتى أحيانا صغار وأقول كيف بيفهموا؟ فقط أن احنا استخدمنا مفردات ومصطلحات الناس هؤلاء البسيطة. يعني المعاني وصلت للشعب، مش تعمل الشعر اللي يقول لك المعنى، يعني يقول لك في بطن الشاعر. احنا خرجنا المعنى من البطون لا خارج. يقول ايش معنى؟ يقول لك المعنى في بطن الشاعر. لا احنا ما في الشاعر. أيوة. استخدمنا المعاني البسيطه تخرج، لا فيها سجاع ولا طبق ولا حد يشتي قافيه. كان يعني صراحة الناس تفاجأوا أنه كان 25 حلقة، كانوا تمنوا أنكم تستمروا مع 30 حلقة، ولكن زي ما قلتم أنه كان بسبب كورونا. نتمنى أنه يكون رئيس الفصل القادم بدون أي متاعب وبدون أي مرض، وإن شاء الله بإذن الله نبدأ نتكلم عن حاجات حلوة يمكن يتغير الواقع الأليم حق بلادنا. والله الأستاذ كان قد بدأ في صحة النوم. والله نحن نعم، كان قد بدأ برنامج صحة النوم ويقول صحة الثور. يعني نتمنى، يا بعض الناس يقول ليش بدنا قشوة السياسة، والله نتمنى أنني أعمل برنامج عن الموضة، عن الرياضة، أتمنى إعمار البلد، عن السياحة. لكن كيف تعمل برنامج عن السياحة وفي بلدك حرب؟ يعني من هو السائح المجنون اللي بيجي يتسيح بين الصواريخ والقنابل؟ نتمنى أن احنا نخرج من هذا، ولا أعمل معي عداوات ولا أنتقد أحد وكذا، وأبقى مقدم برنامج علي إجماع من كل الناس. أتمنى هكذا ولا أزعل أحد، لكن واقعنا غير. واقعنا مضطر انك تقول كذا وكذا. الى كل البرامج اصبحت فقط سياحه ولا ترفيه ولا كذا، من بقى يلامس مواضيع الناس وهموم الناس؟ ولا هذا مستعدين نتحمل الشتم والسب والانتقادات وكل شيء، ولكن خلينا نوصل رسالتنا للناس ونقول لهم هذا فيها انا خطا وفيها انا صح وفيها أنا، ولو لازم ندفع ضريبه. يعني كل الشعب يدفع ضريبه، تختلف الطرق فقط في دفع الضريبه. احنا واحد من هذا الشعب الذي مستعدين ندفع اي ضريبه يعني ايا كان. اذا شكرا لكما انكم جيتوا منورتونا في اول ايام العيد رغم الحاضر ورغم كثير من الصعوبات. شكرا لك مقدم البرامج الساخر محمد الربع، والمختلف دائما الممثل الرائع والبديع ابراهيم بادي. شكرا لكما، كنتما ضيفي في المساء اليمني. الشكر لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. إلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة، كونوا برعاية الله وأمنه، وكل عام وأنتم بخير.